بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك عبادك الصالحين. فخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي، أصحاب المعالي وجم الكريم، إنني في هذا المحل الشريف في هذه البلدة الطيبة مصر المأمورة ببركات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وببركات أهل بيته الكرام عليهم السلام، أشكر جمهورية مصر العربية رئيسها الحبيب وحكومتها العزيزة وشعبها الكريم على أن سمحت لي ببناء هذا الزري على مقام سيدتنا السويسة رضوان الله عليها المعروفة بنفيسة العلم، وهي المتزينة بزينة العبادة والزهد والتقوى والحلم والإيمان، والمتشرفة بشرف القرآن، والمنتمية إلى الإمام الحسن المصطفى سيد شباب أهل الجنة. وأسأل الله تعالى بحرمة جده النبي المصطفى سيد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبحق أهل بيته الكرام أن يتقبل منا هذه الخدمة اليسيرة التي لا تساوي شيئا في جنب إفضالهم على الأمة الإسلامية بل على البشرية كلها. كما أدعو الله تعالى أن ينعم على فخامتكم بالصحة والعافية، وينعم على مصر وأهل مصر بنعمة الوئام والسلام والاستقرار والازدهار. أكرر شكري لكم يا فخامة الرئيس على كل ما تقومون به لكي يعيش عباد الله تعالى في راحة وسكون، مكتسبين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة معا. كما أشكر فخامتكم على أن منحتموني هذه الفرصة السعيدة لأن أشارككم في مسرة هذا الافتتاح السعيد. كما أعبر عن سعادتي وامتناني لقيام فخامتكم بمنه بشاه النيل لما تمثله هذه البادرة الكريمة من تأكيد الروابط التاريخية ومتانة العلاقات المتميزة التي تجمعنا بمصر العزيزة على مدار أعوام عديدة في خدمة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنني أقدر جهود أجهزة الدولة المتعددة وبالخصوص جهود وزارة الأوقاف، وكذلك جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تسعى تحت توجيهاتكم السامية لإمارة بيوت الله وأمران بلاد الله وصلاح عباد الله. جزاكم الله خيرا فخيرا، ويحفظ الله مصر وأهل مصر في ظل حياة كريمة. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.